شوي تمام هيك. ازرق لك حوضي. هذا كلياته الحب الخربان كلياته من كيلو، هذا بننظفه هيك كلياته بحيث يطلع نعفوذ نظيف فرانا جاهز. شوف هلا العنب عندنا بحارم الحمد لله رب العالمين صار موسم اساسي بالسنوات الماضيه وصار يكتر بشكل كبير. العنب يحتاج لعنايه كبيره خلال السنه كلها، من الشحاله بعد الشحاله، بعدين لما بتفتق العريشه بيجينا البخ، بيجينا التسميد، بيجينا الشغل تنزيل العنقود، بيجينا التوريق، فبيحتاج لعنايه كبيره وبيحتاج لمصروف كبير. والعنب الحمد لله صار من المواسم الاساسيه وصار انتشاره كبير في السنوات الماضيه والحمد لله رب العالمين. هلا السنه كان الموسم احسن من هذيك السنه والامور جيده الحمد لله رب العالمين. عندنا انواع عنب بحارم، عندنا العنب الزينبي الاصفر، وعندنا الزينبي الاسود، وعندنا الحلواني الاحمر، وعندنا الياقوت. هلا هذا جديد نزل عندنا العنب الياقوت اللي حبته طويله، وعندنا العنب الامريكي اللي هو اختصاص الورق، من ورقه مرتين ثلاثه بالسنه وبيحمل عنب. عندنا عده انواع الحمد لله بحارم. عنب الياقوت بحارم هو تجربه جديده كانت، صار له شيء سنتين ثلاثه تقريبا استوردوه من برا واشتغلوا عليه والحمد لله رب العالمين كان انتاجه كويس وعنبه كويس، يعني كان صنف جديد على السوق ومطلوب، يعني السنه كان عنب الياقوت مطلوب في السوق احسن من غيره، احسن من الانواع الثانيه. بالنسبة عنا موسم العنب، موسم العنب هذا عم نستناه كل سنة بسنته، بيجي بواحد سبعة لواحد عشرة. بنفس الوقت يعني اليد العاملة بتشتغل، وبنفس الوقت يعني كمان في عالم بحاجة للشغل وعم بيجوا من مناطق بعيدة لحتى تجي تشتغل هون العالم. ويعني المشكلة إنه مواسم العنب يعني ممتدة بكل محافظة إدلب. في عنا عنب يعني عدة أنواع، يعني مثلا مثل عنب الأسود الأمريكي، في عنب شامي، في عنب زينبي أسود، في عنب حلواني، في عنب شامي. يعني الحمد لله رب العالمين بفضل الله، يعني في شغل، يعني اليد العاملة بتشتغل الحمد لله رب العالمين. وبنفس الوقت يعني في عندك هلا بالنسبة للعنب بده سقاية، بده سماد، بده توريق، بده مثلا بخ، بده اسمده كتير. يعني بنفس الوقت يعني اليوم اذا ما داويت هالنصبه هي ما بنحسن نعيش، يعني بتجي هي كل سنه بسنتها لحتى نحسن نتاقلم معها ونعيش وناخذ يعني اجره معقوله. وبنفس الوقت يعني انا بريد من المزارعين كلياتها اللي عم تزرع عنب، يعني اليوم معلش اليوم اجار العامل قليل، يعني 150 ليره ما بتجيب شيء طاول ما بتجيب. يعني بتمنى من الناس هي كلياتها اللي عندها موسم العنب، يعني هذا موسم اساسي بنفس بمنطقه حارم، يعني اليوم العامل 150 ليره ما بتكفي، يعني عنده 7-8 اولاد، يعني ايش بدي اجيب له خبز ما راح تكفيه. وانا بتمنى من هالعالم هي تحس بوضع العامل، اليد العامله اكثر شيء. اليوم معلش تجار عم بتغلي، فلاح بيغلي الرزق لحتى يبيع ويحط في جيبته. نحن ما بنحكي هيك، بنحكي بس من شان العامل، العامل اليد العامل اليوم العامل لازم اقل شيء يوميته من 250 وفوق. يعني والله يعني بالنسبه للعامل يعني بالفعل مظلوم من وراء هالشيء اللي عم بيصير. وكمان يعني بنحكي على سقايه العنب، مثلا سقايه العنب معلش اليوم عامل عم يشتغل بدأ يحوش، خلصنا حواش العنب مثلا، اجى دور سقية، سقينا الارض، عشفناها، ورقناها، نظفناها الارض كلياتها. وبنفس الوقت يعني المواسم ورا بعضها، عندك مثلا العنب الاساسي هو الزينبي الابيض، بنحوشه مثلا من 1/7 ل1/10، 1/10 بعدين بيصير عنا عنب تشريني، هذا يعني بيكون ناعم لسه ما مستوي. بنحوش العنب كلياته بشكل عام،
بعد ما نخلص من العنب كلياته بعدين منباشر بالتشريني. التشريني بيطول يعني تقريبا للشهر 12. سوق العنب كتير كويس، الملك لله يعني. بالنسبة لعنب الموجود هون عنا ما موجود بغير مطرح يعني. بنفس الوقت يعني هلا تركيا بتدخل مثلا عنب مو مثل عنبنا. عنبنا يعني البركة اللهم صل على النبي أحسن عنب في كل المحرر يعني. بالنسبة لعنب حيرم مشهور، مشهور بترويته بسماده ببخه، الحمد لله عم نحافظ عليه كتير. لا ما بتوفي، لو عم بتوفي كان المعلم مثلا زود الأجار. تمام يعني اليوم معلش لو العنب عم ينباع أكثر من دولار ونص كان العامل أجاره معقول. اليوم الفلاح ما بيستفاد والعامل ما بيستفاد يعني. صير اليوم أسعار العنب بال 65 سنت تقريبا، 65 75 هيك تقريبا، كل نوع لحال. الزينبي هذا الزينبي الأبيض عم ينباع ب 65 لل 70 سنت. ما تبقى هذاك العنب لسه ما نزلناه، لسه ما حوشناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من بلدة حارم الحبيبة، وبلدة حارم الحمد لله رب العالمين تشتهر بالبساتين بجميع الفواكه، وطبعا العنب الحمد لله رب العالمين هذا موسم صار كويس كتير، والعالم يعني صاحب الأرض عم يستفيد، العامل اللي عم يستفيد، يعني كله عم يستفيد الحمد لله رب العالمين. بس كمان يعني بدي اقول لك له مصروف، يعني له مصروف، فلوحه شحاله ادويه كمان ناطور سلال عرفت عليه ناقليات عمال، يعني شغله مكلفه. بس الحمد لله رب العالمين المزارع عم يستفيد ونحن عم نستفيد، العمال عم يستفيد الحمد لله. بعدين العنب له 3-4 انواع، ياقوت، زينبي، أمريكي، والله هذاك الاسم الثاني ما بعرف. الحمد لله رب العالمين كتر خير الله. ونحن يعني عم نستنى من سنة لسنة تيجي هالموسم، منضللنا شهرين أخيو بين أمطار وشغل، منطول شهرين. الحمد لله رب العالمين كتر خير الله، والله مفضل علينا الحمد لله رب العالمين، علينا وعلى المزارع وعلى الأمة كلها، صحتين للبيوكل والحمد لله رب العالمين ماشي الحال. بالنسبة للعنب صفة من المواسم الرئيسية والأساسية عنا واللي بنعتمد عليها في معيشتنا. وبالنسبة للعنب عنا عدة أنواع، عنا منه الأسود ومنه الأحمر الحلواني ومنه الأمريكي ومنه هذا الزينبي هو الأساسي، هو حاليا هذا الزينبي بنعتمد عليه في وسائل المعيشة. وعنا أنا عندي شقفة أرض عم بزرع، وكل سنة بستنى هالموسم من السنة للسنة عم بحوش وعم باخذ على سوق الهال ومنبيع، والحمد لله رب العالمين مستورين وماشي الحال، والحمد لله الأمور تمام.